كده. هنروح لزميلنا محمد توفيق ملعب المباراه ولقاء مع كابتن محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي بتمنى في كل مكان. الف مبروك لحضرتك وضيوفك وكل جماهير النادي الاهلي، اداء ولا اروع وفوز كبير في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. معانا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي كانوا النهارده يعني الاصابه غيبتهم عن المباراه، ما كنتوا موجودين عبد المنعم انت وعمرو السوليه وكل اللعيبه اللي بره القايمه، وكمان كابتن مؤمن زكريا. النهارده كنتوا حريصين انكم تؤدوا رساله وتوجهوا رساله وتقفوا جنب زمايلكم برغم الغياب عن المباراه. الحمد لله، طبعا الحمد لله على المكسب، مكسب على ارضنا بنتيجه كويسه تريحنا هناك الحمد لله، لعيبه رجاله. وطبعا بنشكر الجمهور اللي جه وعذرنا، كل الجمهور ده على دماغنا. شفت لما بنركز وربنا بيكرمنا بنتعب، ربنا كرمنا باربع اهداف وهيريحونا كتير قوي هناك. وطبعا الاصابه منعتني، كان نفسي اشارك النهارده في وسط الجمهور بتاعنا في وسط ارضنا، بس الحمد لله ان شاء الله ماتش العوده هناك باذن الله ابقى موجود باذن الله. عمال يعني بعد ماتش الرجاء قلت لي البطوله دي انا مركز فيها جدا عشان تعوضنا عن خساره كاس افريقيا في النهائي، البطوله وخلاص بتقرب، شايف اللي فاضل ازاي؟ ان شاء الله باذن الله، باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله وتبقى من نصيبنا ان شاء الله. هنركز وهنشتغل وهنعمل اللي علينا ان شاء الله عشان تبقى من نصيبنا، ونفرح بقى الجمهور بجمهور النادي الاهلي وكل محبين النادي الاهلي. اخيرا طمنا على الاصابه، وصلت لحد فين؟ وانت قلت لي ان شاء الله تكون موجود في المباراه الجايه. الحمد لله الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، وان شاء الله باذن الله ابقى معاهم في واخدين يومين اجازه، وان شاء الله بعد الاجازه باذن الله انزل اشارك في التمرين باذن الله. شكرا عمنا وبالتوفيق، وان شاء الله مستنيين منكم. مبروك مبروك علينا كلنا حبيبي حبيبي. كابتن ايمن دقق لقاءنا مع محمد عبد المنعم لاعب فريق النادي الاهلي، مكملين فرحتنا ومكملين لقاءاتنا. كلمه كابتن ايمن. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق.